وطبعا مشاهدينا، في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل على جبهات عدة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة داخلية جديدة ربما لم تكن في الحسبان. قضية الغواصات التي دفعت لجنة حكومية إسرائيلية لإرسال رسائل تحذيرية لخمسة أفراد مشتبه بهم في القضية، ومن بينهم نتنياهو وفق صحيفة Times of Israel. طبعا القصة بدأت عندما اشترت إسرائيل في ولاية نتنياهو السابقة غواصات من شركة بناء السفن الألمانية ThyssenKrupp في صفقة غامضة بقيمة ملياري دولار، وخضعت للتدقيق بعد شكوك بشأن فساد ورشوة محتملين. اللجنة الحكومية اعتبرت نتنياهو اتخذ قرارات وتجاوز حكومته للتوصل إلى اتفاقيات مع ألمانيا، فيما تعد هذه القرارات ذات تداعيات كبيرة على الأمن من دون عملية صنع قرار منظمة. لكن على الجانب الآخر، مكتب نتنياهو رد على هذه الاتهامات بالقول إن شراء الغواصات لم يضر بأمن إسرائيل بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن نتنياهو اتخذ القرارات الصحيحة من أجل أمن إسرائيل. بالإضافة إلى نتنياهو، من المقرر أن يتم تحذير قائد البحرية السابق الأدميرال رام روثبرغ ووزير الدفاع السابق كذلك مشي علون ورئيس الموساد السابق أيضا يوسي كوهين والموظف السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أفنير سيموشني من قبل هذه اللجنة.